دونك ليكيب واش جاز هاد السمانه تخلطت بزاف كاع. دونك خلينا احنا على بجيم تاع الجزائر كانت بيناتنا هكذايا زيتنا في دقيقنا ايا يظهر فيها واحد الرابور اسمه حليوه هذا يا خاوتي اللي ما لبالهمش نحكي لكم الحكايه هكذا شغل اوني زيبي واش صرا واش ما صراش. حليوه كانت صايره حكايه بينه وبين ديدين كلاش بكريم كازاويه. ديدين كيطلق كازاويه اللي قال لك شغل سب فيها كاع الناس المروك ويا خرج فيديو تاع ديدين مراب اللي الانسان هذا ما سبش المروك هذا شغل الفيزا لي رابور تاع كازا وصفهم بالكازاويه شغل ميتافور هذه شغل حاجه مفروغ منها هاي شغل بقاو شادين الحقد كيما حليوه كيما دي رابور تما كاين العام اللي فات كان داخل فيها ديمو مور وكلكو رابور هكذايا دوكا الحكايه دارت دخلوا فيها كامل لي رابور تاع المروك ولي رابور تاع الجزائر نفهمكم بك والصرا باش شغل هكا تقسموا هاد دو كلون هادوما هي سيتي لا ستوري تاع حليوه اللي قاعد يزيد عليها دقيقه زوج يدير ستوري خريطه المغرب هو ما كاش مابا زايد في 1860 جدو السابع ما كان زايد يروح يحط ستوري يبين فيها بلي خريطه المغرب كانت وصلها حتى للولايه تندوف وتعاود تحبط شغل كي تجي تشوف انت الخريطه تبان لك بلي المغرب كانت دايما مساحه شاسعه من خريطه الجزائر صح يزيد عليها ومن بعد وصلوا وين مرحله وين فاتوا الحدود باش يبروفوكيو لي زالجيريان كاع باسكو على بالك بلي لي زالجيريان شدي كي شغل فريستري سونتيمونطالمون شغل كنت قيسو من الداخل اللي يجي لك تمتم دونك فوالا سيتي لو استراتيجي اللي يقدر كيفاش يغطي بها كامل لي رابور تاع الجزائر ويعاودوا يفرضوا شغل لي دونتيتي تاعهم باسكو حبينا نقول لك رانا يا خوتي الرابور الجزائري هو اللي يافونسي شغل انا نشوفو بلي هو يافونسي في كو بدا شوف هكذا ديدي نعيش في دبي بدا يافونسي بزاف انا نقيسو في الاستريم كدايا دونك يقول لك هادوما نديرو لهم حجره في الصباط بلا 100 يروح لي ويعاود يبارطاجي ستوري كيما فهمتكم موراها ظهروا دي رابور من المغرب اوكي ستوري تاع حليوه جسم راز تحط الفيديو تاع رياض بروباز لي زعما الدار في صات في نومبرو بينو بين ديدين كلاش شغل حبي يخطبوا بوليد بلادو نتما اللي صار التضامن هدايا رياض بروباز دار فيديو قالوا يا ودي انت بينك وبين السيد انا ما دخلنيش في الحكايه ومن بعدكم لي رابور تاعنا شافوا بلي لي رابور تاعهم راهم يدعموا شغل في عباد داروا شغل الشر كيما حليوه كيما وسمو وقف معاه الديب وقف معاه الديمون اللي ما نعتبروش رابور كيما حليوه هادوما ماشي دي رابور شغل ماشي زعما ريفيرونس في المغرب في المغرب حنا نعرفو بوزيتيف ونعرفو انت كاين بامول دو رابور اللي هما يشرفوا المغرب كاين غير بوزيتيف من الاخر والديب انتيك شويه باسكو ماهوش يدخل بوليتيك ماهوش يدخل امور كيما بس دخل فيها الدومبيك دخلوا فيها بوكو بليزير رابور هكذايا في المغرب اللي يتضامنوا مع حليوه ويوقفوا معاه ويشكلوا لو كلون تاعهم كونتر لو كلون تاع لي رابور الجزائريين تسمى هذه هي الحكايه هنا في بلادنا بانوا بزاف لي رابور بان ماسيطا كلام لانونيم زاكو بانوا بزاف لي رابور